بكل سلاسة مرت عملية تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة، حيث تم تزكية أعضاء 6 لجان من أصل 8 وسط تعاون حكومي تام. الحكومة تعمل دائما وفق اللائحة والدستور. من حق أعضاء مجلس تقدم بطلبات تشكيل لجان مؤقتة. من باب التعاون قررت الحكومة التعاون مع أعضاء مجلس في تشكيل هذه اللجان المؤقتة، آملين إن شاء الله أن نلتزم جميعا في أحكام اللائحة وأن نقوم بإنجاز المهام الموكلة إلينا وفق اختصاصات كل واحد فينا. لمزيد من التخصص توسع النواب في تشكيل اللجان المؤقتة رغم المحاذير من بعثرة العمل التشريعي وأثره على النصاب. ما يصير نحكم اليوم على يعني على عمل لم يعني لجان اليوم أوكي تم يعني تشكيلها، أعمال لم تبدأ أعمالها، بالتالي فهذا الأمر يعني متروك الآن للأخوة الزملاء اللي خذوا يعني الثقة من إخوانهم وأخواتهم في المجلس اللي عمل هذا اللجان. بعض اللجان صارت على 7، كانت في السابق قالوا الإخوان قالوا إنه سبق إنه صارت بعض اللجان والمجلس سيد قراراته يعدل، يبيها 5 يبيها 7، إيه ما فيها إشكالية، وتم الاتفاق على أن مسألة النصاب ترجع للنواب. اليوم قاعد يتم إعلان عن من يعني من يتغيب عن اللجان، قاعد يتم الإعلان عنه بالمجلس. لجنة حقوق الإنسان حقيقة لجنة مهمة جدا، ما يعني تتعلق في لجان أخرى، لجنة حقوق الإنسان لا موضوعها يعني مهم، وثاني شيء هي لجنة اليوم حضارية. كما صوت المجلس برفض طلبات تشكيل لجنتي دراسة القوانين التي أقرت في المجلس الماضي وشؤون النفط لوجود اللجان المعنية بذلك. وسط زحمة اللجان المؤقتة تتزايد المخاوف من وقوع اجتماعات هذه اللجان في مطب فقدان النصاب وزحفها على صلاحية نظيرتها الدائمة، فيما يبقى الحكم على ذلك رهنا بقادم الأيام. لتلفزيون المجلس طارق السر.